السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريقة تحميل من موقعكم الروسي، لازم يكون عندنا برنامجين. البرنامج الأولاني اللي هو بيحمل اللي هو IDM Plus، وبرنامج VPN اللي هو تغيير الموقع. هنخش في الشرح على طول. هندخل على موقع اوك، هنفتحه، هندخل على سيرش فيديو، يا هندور على الفيلم مسلسل اللي احنا عايزينه. الناس فاهمة طبعا، فيلم هندو. فتحنا كده الفيلم، في 3 نقط فوق هنضغط عليهم، هنعمل كوبي، هنطلع من البرنامج خالص. تمام، لحد الان انا ما فتحتش الفي بي ان. هننسخ الرابط على الاي دي ام، ندخل على الكره الارضيه، هنعمل نسخ للرابط في كلمه بحث هنا. تمام، هندوس، هنضغط انتر. طب الرابط هيشتغل ولا مش هيشتغل؟ مش هيشتغل، عشان لازم اغير الموقع. اغير الموقع ازاي؟ هفتح الفي بي ان. تمام، وهنضغط على القفل ده. هتختار دولة من الدول دي، وبعدين بعد كده ايه، انا سايبها آلي، وبعدين هنضغط على القفل، هيعمل تسجيل دخول. كده البي بي ام اشتغل فوقه. هنطلع، هندخل على الاي دي ام تاني، نفس الرابط هنضغط عليه. كده الفيديو اشتغل. هنبدأ نشغل الفيديو عشان يظهر لنا رابط تحميل. تمام، السام هو بدأ يعد لنا رابط تحميل فوق. كده احنا عارفين نكمل الفيديو. نضغط على السهم الاحمر اللي فوق، وبعدين بعد كده هنضغط على الفيديو تاني من النص، وبعدين نعمل كلمة جديدة حسنا ونسيب. كده بيحمل، وعادي بقى نخرج من ال... كده بيحمل فوق. بس ملحوظ، لازم يكون الفي بي ان، لازم يكون الفي بي ان يكون عندك مفتوح مدة الفيديو هو بينزل. هو بينزل اهو 2%، هو حجمه 783، 3% 4%. سرعة الفي بي ان ده